محمد أحمد ومحمود التلاتة توا بس ولا واحد بيفكر مثل الثاني. محمود عايش شكل برود اللي يجيله خليه مبسوط اللي بجيله عليه سبع قروض خمسة صوب اثنين والله لا تموت عايش على قده ومرتاح بده يزوج من جارته مين جارته يا زلمة هاي اللي اسمها سماح صايع ضايع ومايع شاف الدنيا قلك بايع مصطفى معاه محتار مين فينا فيه يختار ليش الدوشة وين الطوشة ادخل فيسبوك خلي سوشل يعني اد فريند اعمل لك لايك اي شي حوش المصاري خلنا نروح نشوف جاري بلا فيراري بلا حكي فاضي هو انا فاضي الحياة بسيطة بس الناس اللي بتجيب المصيبة البنوك يحطوك في المصيبة شوف القاضي يقول لك بسيطة بسيطة بسيطة. طب يا محمود فهمناك انك ريلاكس ومش همك الفلوس بس يعني شو حتسوي ضلك قاعد هيك يا زلمة قوم يا زلمة حرك نفسك شوي عيش محمد احمد ومحمود ما تحكي لهم هيدو ولا تقولهم هم يا زلمة وين هالغيبة من زمان واحد راس ماله شهادة تاني نقضيها ابدا ثالث محتار بالنص بيناتهم قهوة طلعت زادة احمد مركز بالتعليم الشهادة حتجيب ملايين ماجستير ودكتوراه بتضحك على الناس المساكين روح اتعلم بلا ما تشحد ولا فكرة من افكارهم ينجحد راس مالهم يفتحوا قهوة يتزودوا يخلفوا يسموه مدحت مش طايق بلدان عربية ولا انا منهم والله مسالين فيها لكن عيشنا ببلاد الراسمالية راح الغرب واستغرب والشو سريعين اذا ما بتلحق بتغرب بدهم شهادات بدهم خبره شو الحصره سوق التاكسي بتزبط بكره تزبط يا متعلمه يا بتاعت المدارس احمد حول شويه مصاري سالوه تفتح محل شاورما بشيكاغو قال لك شغال اسمع محمد احمد ومحمود ما تحكيهم هيدو ولا تقولهم هم يا زلمه وين هالغيبه من زمان واحد راس ماله شهاده تاني نقضيها ابدا ثالث محتار بالنص بيناتهم قهوه طلعت زاده محمد قال لك انا بركان طايق الناس هالايام مش فاهم اللي مش عارف يعيش هان شو الكلام ولازم جيبه يكون مليان والبزنس مع اي كان ولا تسيب الشيء الفلان يا سلام شو هالدنيا انا قرفان الغلطه ما الها ضمان شايف يدني يعني ما الي حريه بس الي حرمان شوف البلان نفتح شركه ابلكيشن بدل ما نضيع وقتنا قاعدين كل يوم نلعبنا هالبلاي ستيشن نبرمج اندرويد نعمل اب نلاقي المسجد يوم الحساب واحد تاني للي فات شوف لك حسنات وسيئات خلونا عايشين هون بالحاضر قديش حنضلنا نماطر قلب الحق وخلوه باطل الصايم فينا طلع فاطر شاطر شاطر يعني احنا ايش ناقصنا عشان افهم بس اللي عنده فكره ينفذها مش غلط مش لازم تصير محامي ولا مهندس ولا تاجر انا خلاص زهقنا محمد احمد ومحمود ما تحكي لهم هيدو ولا تقولهم هم يا زلمه وين هالغيبه من زمان واحد راس ماله شهاده تاني نقضيها ابدا ثالث محتار بالنص بيناتهم قهوه طلعت زاده محمد احمد ومحمود ما تحكي لهم هيدو ولا تقولهم هم يا زلمه وين هالغيبه من زمان واحد راس ماله شهاده تاني نقضيها ابدا ثالث محتار بالنص بيناتهم قهوه طلعت زاده ثلاثة توأم بس ولا واحد فيهم مثل الثاني محمد احمد ومحمود صومالي بيبي محمد احمد ومحمود